منظماتنا تعاني إشكالات كبيرة، أهمها هو الهاجس الأمني. الوضع الأمني في الصومال وضع ما زال يثير قلق بشكل كبير جدا. هنالك مشكلة في الدخول إلى كثير من مناطق الصومال، بالذات فيما يتعلق بمناطق الجنوب. هنالك إشكال في توفر المعلومات الدقيقة، وهنالك إشكال فيما يتعلق بإيصال المواد الغذائية والمواد بالذات حفر الآبار وغيرها إلى داخل الصومال. هذه القضايا تهتم بها منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، باعتبار أنها هي المنسق الرئيسي لجميع القضايا المتعلقة بتحالف المنظمة. وأعتقد أنه حوارنا مع الحركات المسلحة في الجنوب في تقديري أهم حيثيات هذا المؤتمر هو أن العمل الجماعي المنظم المنسق بين مؤسسات العمل الإنساني في العالم الإسلامي يمكن يؤدي إلى تغيير كبير في الأرض، ويمكن أن يؤدي إلى تنفيذ برامج إنسانية واسعة تعود بالخير والنفع على مناطق المتضررة في الصومال وفي غيره من البلاد التي تشهد كوارث في العالم الإسلامي. نحن رأينا أننا قد نظمنا هذا المؤتمر لتوفير مياه شرب عاجلة في 11 إقليم بحفر 300 بئر أرتوازي. نحن الآن نجد تعهدات لحفر أكثر من 600 بئر في فترة وجيزة جدا من الزمن لمنظمات متحفزة وتريد أن تثبت نفسها في الأرض وأن تقدم عمل إنساني ملتزم ومسؤول بالنسبة للشعب الصومالي. المؤتمر النهاردة هو نقلة نوعية غير عادية لمنظمة التعاون الإسلامي في العمل الخيري، خاصة إدارة الشؤون الإنسانية التي انطلقت منذ 4 سنوات، وهو يعتبر نقلة تاريخية في أنه بيحول العمل في الصومال من مجرد إغاثة إلى مرحلة التأهيل والتنمية في بلد كل الظروف الأمنية والعسكرية واللوجستية تمنع من عمل تنموي وعمل تأهيلي. وهذه رسالة للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي أن نحن كمؤسسات أو منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، مصرين على أن ننقل هذا الشعب بهذا المشروع الأول والفريد من نوعه. طبعا هو مش جديد المشروع، ما هيش جديدة، لكن نحن نقول في الظرف الحالي نحن نريد أن ننقل الفكر من الإطعام فقط إلى الإطعام ووجود استقرار مجتمعي لبناء مجتمعات تستطيع أن تعيش ولا ترحل من الصومال. وده نقطة مهمة جدا في الوقت ده، لأن كل المؤشرات في العالم بتقول أن الناحية الأمنية، الناحية اللوجستية، الناحية المادية الأخيرة إنها لا تستطيع أن تعمل عمل تنموي أو عمل تأهيلي. دي النقلة النوعية لهذا الموضوع. المؤتمر النهاردة هو معمول لمشروع حفر الأبار في الصومال، أبار ارتوازية عميقة على أعماق أكثر من 300 متر، وكان المستهدف في المؤتمر النهاردة هو التعهدات بحفر 300 بئر. الحمد لله رب العالمين، خرج المؤتمر النهاردة بتعهدات بحفر 600 بئر في الصومال، وده يعني شيء عظيم جدا. رابطة علماء أهل السنة تعهدت بحفر 15 بئر من الصومال، والرابطة أدخلت شيء جديد إن إحنا هنحفر الأبار بتاعتنا وهنبني جنب كل بئر مستشفى ومدرسة علشان المجتمع اللي يعيش حول هذا البئر. ورابطة علماء أهل السنة رغم أنها رابطة عالمية إلا أن هذه الأبار هي أبار مصرية بأيدي مصرية بأسماء مصرية إن شاء الله في أرض الصومال. أولا قبل كل شيء يعني هنيئا للشعب المصري وهنيئا لمصر بهذا المؤتمر، لأنه يعتبر خطوة إيجابية جدا في مجال الإغاثة والتنسيق بين المؤسسات العربية والإسلامية في مجالات التنفيذ في الميدان وفي الإغاثة. الإغاثة الإسلامية بالتأكيد هي مؤسسة رائدة، وهي أكبر مؤسسة موجودة في أوروبا وأمريكا، مركزها الرئيسي موجود ببريطانيا، ونحن نعتبر كعضو شريك لمنظمة المؤتمر الإسلامي في إنجاز هذا المؤتمر اليوم الخاص بالماء من أجل الحياة بالنسبة لمنطقة الصومال والقرن الإفريقي. يعد الوضع الإنساني الراهن في الصومال أسوأ أزمة شهدتها القارة الأفريقية، والعالم كله بيشعر بالصدمة لما بيشوف الصور اللي بيتعرض لها الشعب الصومالي، خاصة الأطفال اللي بيموتوا من الجوع وسوء التغذية. عشان كده لازم كلنا نقف ايد واحدة ان احنا نحل الازمة دي في اقرب وقت. نور حسين، نهاركم سعيد.